احكم بعد على ابو سعيد بقصه ثانيه يستاهل ابو لوه هذا نستاهل ابو عبد الرحمن نرجع لابو سعيد ها هذا الحين عدلته لا يستاهل ابو سعيد وحنا نستاهل من هالقصه اسلم السوالف وقامت تجر بعضها والخطوط مثل روايه ابو مشبب يقولون فيه رجل ما الله اعطاه من الذريه الا ولد جاله في اخر العمر والرجل هذا صاحب تجاره ويوم انه تزوج ويوم انه جاله هالولد والرجال كبر قاعد يحث الولد مبكر يبيه يتزوج وهو صغير يقول يا ولدي ابى اشوف عيالك وانا حي انا ما الله اعطاني من الذريه الا انت هو صاحب ثروه وصاحب مال لكن ما الله اعطاه وانا ادله في اخر الامر قال لي ولدي بشوف يعني ويلح على الولد يزوج وكل ما قال للولد ابي اخطب لك من الفلان ولا من الفلان وهكذا يقول لا انا ابى ادور اللي انا ابيها واللي على بالي وما ادري وين المهم ما طاع ابوه قال ابوه تدري ابحث بطريقتك انت اللي تبيها بس اني ابيك ما تاخذ مرة عقب رجال لانها صغير ولد شباب والمرأة كنت عرفت رياجيل مشكلة لا الصغير اللي هذا تمشيها المرأة عليه لانها تجربت الرياجيل ولا ما هو بعيب فيهن قال ما بيك تاخذ مرة مطلقة كده خالت لها رجال ولا حد ولا شيء بيك تاخذ لك بنت بكر بيك تحرص على الناس اللي فيهم الرحم المنسب اللي فيهم الرحم وفيهم المعطاه معلومات وبد المال موجود وانت روح واللي تبيه خذه بس اهم هذا الطلب راح الولد وجت في عينه مرة مطلقينها اربعة رجال قدامه بس انها ما جابت احد مرة الراس من رؤوس الحريم وهي مزيونة وهي عود الولد وعجب فيها وخطبها وراح لابوه وما عطى ابوها العلم الصحيح قال انها بكر وانها بنت ناس فيهم خير وفيهم دين وفيهم رحم وفيهم علشان ابوه يكون مستانس على وصية ابوه ابوه ترى الحين مع قام يقعد هالكبر والمرض والتعب راح الرجال وتزوج وجاب زوجته وسكنها مع ابوه ابوه ما عنده مرة ما يتمرته اللي هذه ولدها ما هي وجلس وفترة ومات الشايب عطى ابوه مبلغ من الفلوس عطاه مبلغ زين وقال هذا حلالك وهذا ومات الولد والشباب وطفقت الشباب أول ما يقول قام يضحكون عليها الناس ما يضحك على الناس يعطي هذا ويصرف هذا ويسجمل هذا والولد جاهل وصغير ما من حسبه شوي راحت الفلوس شوي لا والله ما عندي شيء أفلس حمنا فلسه مضاقات بهالوسيعة بس المروت أطيب منه اي لا ما بجات نطيب منه لا بلا الارده لا بتجردة اللي يخطي شربه ما يتوفق اي ما يتوفق المهم بلش الرجال ولا والله ان الشغله والناس يتاشون عليه اللي يروحون تامرك يشتغلون عند احد اما في زراعه ولا في رعيه ولا في حطب ولا في شغلات كلها ما تناسبه ولد عايش في نعمه ولد ابوه كان غني ولد مرفه ولد ما بيعرفه لا بحق شغله ولا بعد هذه يقلب منه اللي والله يوم ضاقت الوسيعة من ديرته ما يقدر يشتغل حتى اني بشتغل راعي ولا بشتغل اجيب حطب ولا شيء بس ما اقدر اشتغل عند ربعي لاني انا ولد لي مكانتي من اول لو اني عادي فقير قال انا ابى غادر الديرة بروح لديرة ثانية لا بدي اشتغل هالشغلات بس ما هو عند ربعي لا هو عند ديرتنا رجل قال لي فلانة بتروحين ما قلت والله ماني برايحة مالي في الغربة لازم ديرتنا وهنا بيتنا انت رح اسال يرزق ان لقيت شيء وبعدين اقري راح الرجال ما غير يدورها للقوافل ويدورها الناس اللي يروحون لهم المنطقة يوصلونه معهم لفت به الايام ولين جالي فيها كديرة بعيد عنهم ويوم جالوا لهم فيها راعي هاك الدكة اللي الله من عليه اللي يجملن يحمل يجملن يشال عليه يجملن يرتب غراض وبيع وخير ونعمة ويجيه يبي عنده الشغل
ما عندك شغل؟ والله ما شغل، ما هو بيمه. قال انتظرني انتظرني انتظرني. استغربه، قال استغربه، قال انتظرني الحين، ماني فاضي لك الحين، مشغولين، انتظر. حمل الجمال هذه وحمل هذه، والناس تشتري من عنده ويتحمل من عنده، تروح من عنده، الامور زين. يوم ما فضي غير قريب الظهر، اذان الظهر، كانوا يروح ولا هذا هو ينتظر، هو يناديه. شاف غريب في ديرته، غريب وشكله ما اخذ هذا التاجر البيت. قال انت شكلك ما انت من ديرتنا، من جاي؟ جاي من هاك الديره. قال من هاك الديره. قال يا اخوي على طاري هاك الديره، كان لي رفيق هناك لفتره، الحين انقطع مني عده سنوات ما عاد جاني. يقصد انا ابوه. قال انقطع عنا. قال من هو؟ قال هاك الرجال. قال هذا ابوي. قال ابوك؟ حتى ما ادري رجال ولد. ابوك انا خابر ما. قال انا اخي ما الله اعطاه لنا، لا لي الاخوان ولا لي احد. قال ابوك كان يعتادنا هنا، وكان بيننا وبينه التعامل، وكان بيننا وبينه، كانوا بيننا وبينه. طيب وش صارت بك الدنيا؟ وليش جيت الشغل؟ وشغل حلال ابوك؟ قال والله حلال ابوي كذا وكذا. قال لي ولدي ما هذا حلال ابوك، حلال ابوك تاكل فيه لين تجي في عمر ابوك، لو انك بتاكله بس ابوك ثري ثري، لكن ابوك ما يترك بهالطريقه. وش السالفه؟ قاعد يدور يفتش. ابوك قال لك لا ضاقت بك الامور انسى الفلان؟ قال لا. ابوك عاقل ويترك بهالطريقه بالمبلغ هذا اللي اعطاك ما هو بشيء، ما لقى حل، ما يشك بنسبه ثروه ابوك. اعرف انا ثروه ابوك، جاه منه جاه منه. قال طيب وش كان يوصيك ابوك به؟ وش كان وش كلماته؟ قال ابوي والله ما وصاني بشيء، الا يوم كان يبيني اتزوج، وانا كان يبيني اتزوج وانا مبكر، وانا كنت بعد صغير على سن الزواج، وخطب لي وجاب يخطب لي من الناس وانا رفضت، قلت انا بدور الناس، وحقيقه اني عصيته ولا علمته، ويمكن الله سبحانه وتعالى عاقبني على ما سويت. نعم. قال وش سويت؟ قال رحت وخدت خلفت شروطك كلها. قال لي دول لك بنت ومن عرب كذا كذا، وانا اخذت مرتنا مطلقنا عده رياجيل، ومرتنا تعمل كذا، وضعها سالفتها واموري، علم بالسالفه كلها. يوم علم بالسالفه كلها قال لي ولد انا بديت اكشف الوضع، السر بيكون في البيت. الله. السر بيكون في البيت والسر بيكون عند المرأة. أبوك أفضلها بشيء وأفضلها بسر، ومنها على شيء وكلته يمكن. أها. ما نفذ الوصية. أيوة. خالفها. قلت الحين ودي. قال نعم. قلت بتمشي على كلامي ولا تخالف ما خالفت أبوك؟ قال والله أنا ضايق تنبيه الوسيعة، لو أبوي حيني ما عاد أعصاه في شيء، بس اشترى لي. قال انا بقول لك ابعطيك كل شيء، الله اني ما دام انك ولد لهاك الرجال اني ما ادخر عنك، لاني اعرفه عز المعرفه، هو رفيق بيني وبينه يومنا الحين، انا بزوجك. يا سلام. بنتي وبا ابي امها تطلعها بالسواد. شوف شوف اساسا هاجينا. ايوه تطلع لين تصير جارية سوداء، ثم بيك تاخذها ثم تدخلها في البيت، تقول هذه جارية كأنها خادمة، ثم تقول هذه جارية وتراها من الصم البكم. لا تسمع ولا تكلم، تراها لا تسمع ولا تكلم، ثم خلها في البيت، ثم اتركها وهي تبجيك بالعلم، كل ما اكتشفت كل شيء في البيت بتجيك بطريقة بينك وبينها وتوصل لك المعلومة. يا طلعت لك المعلومة وعرفت شنت عليه، رجعها لنا وهي على وضعها، علمها بعليه لين تجيبها عند أمها، ثم أمها تغسلها لك متدخل عليها، بعد ما تعود من هالمهمة، المهمة هذه لا تجيها بنت صغيرة وهي في وضع أصعب من الكلام ذا، ما هي بس أي 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 هي في مهمة، في مهمة أي لين ترجع تجي، وإلى منك جيت أمها تعرف طبق الوصاية تامرك، وعلم بنته بالتعليمات اللي عنده مشت، وراح عمك انا مجرد عمك عاد لا رفيد سوي زوجته العلوم. قال العلوم ما لقيت من هالغيبة الا هالجارية.
وجبتها لا تبيها تخدمت وتراها لا تسمع ولا تكلم اكر فيها في البيت خلها تشتغل لتن او يتكلم طابق ما عاد ما استانست مر عندها خادم ايه. واليوم الاول والثاني والثالث والرابع المهم اكشفت البنت هذه اكشفت المعلومات قالت فيه صندوق ما هو بصندوق فيه شيء محفور له في الارض في البيت خزنه محفور لها وفيها نقود ما ادري قديش وتاخذ احيانا منه وتطلع وفيه رجال هي تبيه تعطيه تعطيه وتقول هذا بس بيطيب خاطر وبيطلق وبعدين شوف يا اخوي بعدين اخذك يا هلا ولي اي رجالا تقول له ويجي طال عمرك وتعطيه من هذا ويروح وتقول له هذا تقول انه بيطلق ما عاد هو انا لاني براحتي معه ما عاد تبيه ولا عاد يبيها ارفض امك الصندوق رفض كل شيء رفض المهام يوم سيطر على كل شيء وعرف كل شيء دعاها قال فلانه قالت نعم قال انا برجع للديره اللي جيت منها انت تبي تخاويني ولا تبين اهل تبين قالت لا والله ما لي في الغربه ولا شيء قال اجل ترى طالق وضفي غراضه الحين وطلعي والبيت ابع عرضه للبيع او ببيعه بكره اعلن عليه واللي يبيه البيت ببيعه الحين ويطلعها قال خذ غراض وانا برجع للديره جيت انا وجاريتي ويضف اغراضها وهي تطلع دبل دبل وهي تطلع وهي تروح البيت وهي تروح هم يحسبون راحت ايوه راحت ويوم انها راحت طلعت وجاب لها الكنز فيه خيرات يجمع عندهم خيرات يوم اصبح الصبح ويعلن البيت للبيع هي راحت للرجال اللي هي تبيه قالت تشتري البيت قالت تشتري البيت باللي لا ياخذه قبلك احد البيت فيه كنز خذه بس باللي يقولوا هلا الله يا من طعم كان قال هذا رجع هذا كان ما يزود زودا لين جاب قيمة هالبيت أضعاف مضاعفة عنده فلوس أخذ نص الخزنة أيه. نص رايح الله بيرد أيه. رده شرها الرجال طال عمرك ورجل عمكم يوم من طعمك أخذ فلوس بيته وحمل خزنته ويسري طال عمرك أصبح خلي الباب بيبان فتح ويراب عليه وهو في الطريق نصه في الطريق بعد وهي تمطر يروح السواد السحاب هو يقعد السواد ينزل وكل ما نزل طال عمرك سبحان اللي خلق حورية لا مثل القمر كنت اوكي والفلوس على الخروج الذلول مليانة وزانت كبره وزانت النفسية والجو طال عمرك هذا وهم راحوا لهم في خلا وزوجته على سنة الله ورسوله قال يا فلانة الليلة ما عاد فيني صبر ما انا صبر قالت يا فلان ابوي قال لك مصيك قالك قال ما عاد عندي يا دفال وتصير هاك الليل في هاك الوادي ليلة الدخلة استانس وياها مصبح الصبح هم يسرحون يوم انه جاء عند ابوها وهو يعلمه خالف الشرط كل ابوها وعلم انه جاء عقب المطر جاء هو يزعل قال لي انا خالفت ابوك وخالفتني ما خالفت قال ليه تجيها قبل لا تجيبها عند امها وتغسلها امك مالك قال جانا المطر غسلنا المطر ما المهم انا قال لك قلبه فضيخ ايوه إيه؟ قال لا بدنا نحاسبك قال اللي تبي قال تسحين قال نعم قال على هالخطأ ارتكبته قطعتي كفك بقص يدك بقص يدك قال اللي تبي اللي تبي راح طمك بالليل يوم جاء طعمك ودخل على وخلاص قال هكذا قال يلا هالليله ادخل على زوجتك وهذه غرفتكم وهذه والوعد بكره صلاه الفجر بعد الصلاه على طول يجون طعمرك بحقين الحديد وحقين الزيت هي من دخلت امرك عليها وجاها علمها ان ابوها حكم الف قصيده قامت تطير وتوقع ليه توافق ليه تقبل ليه ما قلت له قال انا وعدته قلت والله لو تكسر قبتي ما عاد ابو شي مر ما يصير زعلت أنت رجال بتعيبك بتضرك أنت رجال تبتكد المهم طارت المشكلة يقول الناس إنك سارق يقول قالت يا فلان قال نعم قالت بكرة لأجي أبوي قال مديتك بمديدي نيابة عنك وخلها قصيد وتسلم يدك ويدي عندك ما هي معيبتني الله إيه بيني وبينك وأنا علشانك ما هي معيبتني عندك
وانت يا تخرج جارتك رجع جارتك وبخلي عمك القصه نفذ بعدين ابوي لما دار انتهى الحكم ما عاد ابوك قال شيء. هو يتقن او يتقن او يتقن او يتقن ويتفق وياه. يوم اصبح الصبح قال لا انا جاي طعمك الحديد وابي قصون منشار وزيت مغلي يقول علشان تقص تحط اليد فيه عشان الدم يتوقف على طول. يلا يا فلان طلع يد قال هو يطلع يد. هو يمسك ابوها مسكت عمك الا صيبعاتها صغيره ما هي مثل صابعه. يشدها زين يمسكها عرفها. تاكد منها فلان. قال فلان قال له نعم. قالوا هذه الثانيه. هذه الخيانه الثانيه. تبيني اضحي ببنتي عن يدك؟ قال والله العظيم ما هو بنا واني ما قلت لها وانها هي اللي وانها غصبتهم قالت لي كذا 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 كذا. قال هذا ابوك اللي وصاك على هالنوعيه بس انت ضيعت الوصايا. انت ضايع. هذا اللي ضحى دونك. هذا اللي ابوك بها ضحي دونك. حط سره وما انت عند وحده ما ضحت دونك. يا سلام يا سلام. الله يرزقنا وانتم الصالحات. امين. المؤمنات البانتات. ابو سعيد طلبنا من قصه باقي معنا ثلاث دقائق او دقيقتين مع قصه مختصره ولا طويله؟ عندي قصه مختصره.